المنازل المدمرة في قرية الزعفران التي تقع شرق مدينة الرستان جراء قصف بالطائرات وراجمات الصواريخ بشكل يومي. كما ترون هذا المنزل كأنه لم يقصف، فلنقترب للداخل ونرى ما حدث في الدوار. طبعا الباب مقفل بسبب انه اهله هجروه، لم يبقى شيء في الداخل للسكن. هذا المنزل الذي استشهدت فيه الطفلة ملك شمبوط والطفل انس شمبوط. انظروا كيف الحيطان قلبت جراء الضغط وقصف الميج، وأخذا الطفلة أنس شموط والطفلة ملك شموط. منزل جديدا لا قصفا فيه ولا دمار ولا موت، فميتة واحدة. فأصبحا في تلك المقابر، في أحد هذه المقابر، الطفلة ملك شموط والطفل الشهيد أنس شموط. هذا الركام صنع الميك، قرية الزعفرانة شرقي مدينة الرستان 5/3/2013.